السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع عبارة عن 300 برنامج مع بعض. 300 برنامج مش محتاجين تسطبوا. 300 برنامج تقدر تشغلهم وتشتغل عليهم اونلاين. لو انت اشتركت بفلوس فبتقدر تشغل كذا برنامج في نفس الوقت. لو النسخة المجانية زي ما انا عامل لازم تدفي برنامج عشان تشغل التاني. على سبيل المثال تعال نشوف البرامج. في حاجات ادوكيشنال، في حاجات اوفيس، دي كلها حاجات. ده مثلا برنامج للاحصاء، في برنامج قاموس، في حاجات خاصة مثلا بتعليم الكتابة، في حاجات خاصة بالتعليم الجيولوجيا، في برامج كتير جدا، في ألعاب وهكذا، في حاجات خاصة بتعليم الأطفال، في برامج متنوعة، فك الضغط، قفل الملفات، شات، في برامج خاصة بالأوفيس زي مثلا أوبن أوفيس، هتلاقي حاجات عاملة زي الوورد والإكسل وهكذا. هتلاقي ألعاب كتيرة جدا. معاك 300 تطبيق تقدر تشغل عليهم من غير ما تسطب أي حاجة على الجهاز بتاعك. ممكن يكون انت الجهاز بتاعك مفيهوش مكان للتسطيب مثلا، فبتقدر تستخدم الخدمة ديت. الخدمة دي عبارة عن كلاود بتقدر تشغل عليه زي، أو هو معمول من خلال جوجل عاملة خاصية زي كده، أو مايكروسوفت أزورة، أو عندنا AWS بتاع امازون، في كذا حاجة تقدر تعمل بيهم موقع بالشكل دوت. طيب خلينا نفتح اي واحد فيهم، وليكن مثلا انكسكيب. ده برنامج خاص برسومات الفيكتور بالشكل دوت. بتقول لانش اونلاين، بيقول لك انت ممكن تعمل ابجريد بحيث تشتغل على اكتر من برنامج في نفس الوقت. فانا بفتحه الانكسكيب اهوت. تقدر تشتغل عليه عادي تقريبا بكل الامكانيات بتاعته بسهوله جدا جدا، وتقدر تسيف الشغل بتاعك زي ما انت عايز اهو. تمام. في الاخر ممكن تقول له فايل، تقول له سيف، سيف الشغل، او تقول له امبورت، او تقول له اكسبورت ليه الحاجة. هتقول له انا عايز اقفل البرنامج اهوت عشان تقدر تفتح برنامج تاني. هتخش هنا في الابلكيشنز تبدا تفتح اي حاجة انت عايزها. مثلا عايز تبرمج مثلا، تخش على النوت باد يبدأ يفتح معاك ويشتغل بدون مشاكل. في حاجات بيبقى عليها كيوت، في حاجات بيبقى عليها كيوت لازم مثلا ما تسيبش غير لما تكون شاري النسخة او كده، فهو بينبهك ليها قبل ما تبدأ تشتغل. هنا بقى بتبدأ تشوف لغات البرمجة اللي انت عايز تشتغل عليها.